أنا في الأصل أستاذة باحثة في علم الجريمة. خدمت على الموليكول نتاع البارفان ان طونك انديس في سين دو كريم. دخلت ان كونتاكت مع لو كوفونداتور نتاع الشركه اللي احنا حاليا متواجدين فيها. كان انتريسي معناتها بلي ريشيرش سيانتيفيك اللي نخدم فيهم على لا كاليتي دو لير انتيريور وعلى لي موليكول لي بارتيكول اللي هما معناتها في اتصال مباشر مع لي ماشين كي اكزيست ديجا وما دي ماشين معناتها كانوا سامبل بازيك. من وقتها بدا فما تطور للماكينه هذيا، ولات الماكينه هي اللي تتحكم في لانتونسيتي نتاع لا كونتيتي ديفوزي سولون لو نومبر دو بيرسون بريزون. وبعديك دخلنا معها دي كابتور دو لا كاليتي دو لير انتيريور، علاش خاطر اذا كان تصير لنا كوكوفوني اولفاكتيف انه يصير ميلانج بين لي موليكول اودورونت افيك لي بارتيكول فين تصير شونجمون معناتها للريحه نتاع البارفان. وقت اللي يصير ديتكسيون اللي الهواء معناتها تبدل، وقتها الديفوزيون نتاع ليكيد نتاع البارفان يقف وتصير ديفوزيون نتاع ان اوتر ليكيد اللي هو 100% فيجيتال. دونك هذه هي معناتها لا تكنولوجي نتاعنا اللي هي معناتها مش موجوده في العالم اجمع. خذينا طول البروفي فرونسي وعنا ان بروفي امريكان وصارت ليفالواسيون نتاع البروفي ب 6 مليون دورو. الاصل نتاع الخدمه نتاع لونبريز نتاعنا اللي هي لا فونت دي ماشين بازيك معناتها جوست لا ديفوزيون دو ليكيد. فما بروفي في التي دو نيبوليزاسيون تحكم ا ديستانس عن طريق الواي فاي والى البلوتوث. En 2020, في CES Las Vegas, لقينا زيارة نتاع لي RATP، لقينا معناتها وتلا دي سال دو سبور حبوا على البرودوي نتاعنا. عبطنا لتونس مي جانفي، معناتها لقينا الكوفيد، وقتها بشفقنا احنا بالكوفيد. الحل اللي لقيناه صنعنا آلة نتاع ديزانفيكسيون. بعديك رجعت الخدمة وإحنا قعدنا معناتها اون باراليل قاعدين نطوروا في الماشين نتاعنا، معناتها سولون التطورات اللي قاعدة تصير الفيروس وغيره. Après deux ans, طلعنا بها الأمريكية كيف كيف، خذينا دوزيام بري. الماشين هذي معناتها ولات كل غادار دور 180 دوغري، ولينا نحكيو لهنا ما عادش كاين على لي بارتيكول، ولينا نحكيو هنا على الفيروس. En 2022, زدنا الويفي والبلوتوث للماشين نتاعنا، صارت أوغمونتاسيون نتاع شيفر دافير من 21% حتى كشي 25%. En 2023, دخلنا لا بيرسوناليزاسيون دي ديفيزور افيك لي بارفان دومبيون سور ميزور. لهنا ولينا نحكيو على 100% اوغمونتاسيون تاع شيفر دافير، تقدير ليكسبور نتاعنا اونتر 5 و 10% بعد حضورنا في فرنسا في جانفيي.